أعزائي التلاميذ، كنا رأينا خلال الحصص السابقة في مكون التعبير الكتابي ما يعرف بالتعليق، وقد قمنا بمجموعة من التمارين التي تعلمنا فيها كيف نقوم بالتعليق حول مشهد معين، كيف نكتب في مسودة مجموعة من الجمل ونختار فيها الجملة المعبرة أكثر عن الصورة. اليوم سوف نبقى في نفس الموضوع، طبعا التعليق، ولكن هذه المرة ليس على مشهد معين وإنما حول مجال السياحة. إذا لاحظتم معي أمامنا ثلاث صور، سوف نقوم على هذه الصور بماذا؟ بالتعليق. لذلك لاحظوا معي جيدا هذه الصور، الصورة الأولى، الثانية والثالثة. حسنا، ماذا تشاهدون معي هنا؟ ماذا يوجد؟ نعم، أحسنتم، يوجد مجموعة من الأحصنة أو كما قال زميلكم خيل. نعم، فرسان، رائع. إذن الذي يمتطي الحصان هو فارس. ماذا تلاحظون أيضا؟ مجموعة من الخيم، رائع. ماذا أيضا؟ رمال. مجموعة من الناس، أحسنتم. ماذا؟ شكله ماذا؟ الجمل، أحسنتم. ماذا يوجد أيضا؟ علم بلادي، يوجد علم بلادي، أحسنتم. إذن من خلال الصور ومن خلال علم الوطن أي علم المملكة المغربية، أين توجد هذه الصورة إذن؟ أحسنتم، في المغرب. عن ماذا تعبر هذه الصورة؟ قلنا مجموعة من ماذا؟ من الأحصنة، قلنا هناك رمال، يوجد مجموعة من الخيام. إذن هل هو عرس؟ نعم، أحسنتم. إذن هو موسم، موسم ماذا؟ موسم الحصاد ربما. ماذا؟ أحسنتم، إذن موسم الفروسية، هذا يعد مشهدا من مشاهد موسم الفروسية. إذن تلاميذي الأعزاء، ماذا تعرفون على موسم الفروسية؟ ماذا يقام فيه؟ أحسنتم، إذن موسم الفروسية من المواسم الكثيرة التي تحتفل بها البوادي في المغرب، سكان البادية. نعم، ماذا يفعلون؟ رائع، يجهزون حلبة للتنافس. كيف يكون التنافس؟ يكون عبر، أحسنتم، عبر الأحصنة، يعني تسابق مجموعة من الأحصنة التي يمتطيها ماذا؟ الفرسان، ويقومون بماذا؟ بإطلاق، انظروا ما هذا الدخان، أحسنتم، البارود، يقومون بإطلاق البارود. ماذا تعلمون أيضا عن موسم الفروسية؟ نعم، أحسنتم، يقام تقريبا كل سنة أو مرتين في السنة حسب الموسم. حينما نتحدث عن المواسم ماذا تتذكرون؟ أحسنتم، كنا رأينا ماذا؟ موسم الحصاد، رائع. أتعرفون يا صغاري بأن موسم الفروسية له علاقة وطيدة بموسم الحصاد، أي أن موسم الفروسية يقام متى؟ تزامنا مع موسم الحصاد، حيث يقوم الفلاح في تلك الفترة بالاعتناء جيدا بحصانه أو بمجموعة من الأحصنة، لأنه يعلم أنه سوف يشارك في تنافس أو في مسابقة حول ماذا؟ حول تسابق الفرسان، رائع. ماذا أيضا؟ أحسنتم، يقومون بصنع ماذا؟ أو بتركيب الخيام. أين توجد هذه الخيام يا ترى؟ ما مكان هذه الخيام؟ انظروا، في بداية الحلبة، تكون في بداية الحلبة. انظروا جيدا أين يجلس المتفرجون، لاحظوا متفرقون هنا وهناك. حسنا، كيف يبدأ موسم الفروسية؟ كيف؟ أحسنت،
ينطلق ما يسمى بالبراح. قديما كان هناك شخص يخرج وينادي القرية أهل القرية ويخبرهم عما إذا كان هناك حدث، مثلا أن هناك عرس، أن هناك منافسة، أن هناك فروسية، أن هناك موسم معين. إذن كانوا يستخدمون البراح. حسنا، ينطلق البراح ثم يخبر أهل القرية بأن هناك ماذا، موسم الفروسية، ويجب أن يستعدوا له، وأن هناك المكان المخصص له. طبعا المكان يجب أن يكون ماذا، كبيرا وواسعا، لكي يأخذ أكبر أو يتحمل أكبر عدد من الناس. أحسنتم، لاحظوا جيدا الأحصنة كيف هي مزينة بشكل جميل، الفرسان كذلك. إذن هذا الموسم هو من بين المواسم التي ينتظرها الفلاح بفارغ الصبر. لماذا؟ لكي يعرض فيها ماذا، المنتوجاته، لكي يتشارك الفرحة أو يتشارك ماذا، الخسارة، إلى آخره. حسن، ماذا تلاحظون هنا أيضا؟ ماذا يوجد أمامنا في الصورة؟ نعم، واحة. أحسنتم، إذن يوجد واحة. ماذا يوجد أيضا؟ أشجار. كيف تبدو لكم هذه الأشجار؟ أحسنتم، أشجار النخيل، رائع. ماذا يوجد أيضا؟ بنايات. أحسنتم، بنايات. كيف هي شكلها؟ هل هي مثل البنايات الموجودة في مدينتنا؟ لا، مختلفة. إذن كيف هي؟ هي بنايات. هل هي من الإسمنت؟ أحسنتم، من الطين، رائع، رائع جدا، من الطين. إذن أمامنا أشجار النخيل، لاحظوا كيف هي موزعة ومتناسقة مع البنايات. كيف هي البنايات؟ هل هي قصيرة؟ هل البنايات قصيرة؟ لاحظوا، بالعكس. أحسنتم، إذن هي ماذا؟ هي عالية على شكل ماذا؟ أبراج. أحسنتم، أبراج. نعم، اسمها القصبة. أحسنتم، هذا الشكل من البنايات يسمى القصبة. حسنا، ماذا تعرفون عن القصبة؟ هل زرتم مكانا مثل هذا المكان يوما ما؟ نعم، لا. حسنا، دعوني أخبركم أن هذه قرية تسمى بماذا؟ بقرية أيت حدو. وهذه القرية توجد على بعد 30 كيلومترا من مدينة ورزازات. نعم، وهذه القرية لقد شيدت منذ مئات السنين. إذن تعد ماذا، كنا رأينا مجموعة من البنايات والأماكن مثل هذا المكان، ماذا؟ أحسنتم، تعد ماذا، مآثر تاريخية، مآثر أو أماكن ماذا، تاريخية، لأنها قديمة جدا وتجسد ماذا، تجسد تقاليد وتاريخ بلادنا. أحسنتم جدا، رائع. لاحظوا جيدا، انظروا ماذا يوجد، أبراج. لماذا يوجد الأبراج؟ كنا رأينا سبب تواجد الأبراج. أحسنتم، من أجل الحماية. إذن سكان القصبة كانوا ماذا؟ أحسنتم، يصعدون إلى الأبراج من أجل ماذا؟ مراقبة من يقترب من القرية، من أجل الحماية. أحسنتم، هذه القصبة التي تعد قصبة أيت حدو معروفة بأسوارها القوية وأبراجها ماذا؟ الشاهقة، ومعروفة ببابها الرئيسي الذي يغلق مع ماذا؟ مع غروب الشمس. لماذا؟ لكي لا يسمح للغرباء بسطوها أو اقتحامها بعد الليل. أحسنتم، إذن أمامنا القصبة. سكان القصبة من هم؟ أحسنتم، هم أمازيغ. سكان القصبة أمازيغ. أحسنتم، إذن يوجد موسم الفروسية في الصورة الأولى، ويوجد في الصورة الثانية القصبة والتي تسمى بقصبة أيت حدو المتواجدة على بعد 30 كيلومترا من مدينة
كيلومترات من مدينة ورزازات. تابعوا معي هذه الصورة. إذن ما اللون الذي يطغى على هذه الصورة؟ أحسنتم، اللون الأزرق. هل تعرفتم على هذه المدينة؟ لاحظوها جيد. نعم أحسنت، مدينة شفشاون أو مدينة شفشاون عفوا. إذن ماذا تعرفون عن مدينة شفشاون؟ أحسنت، تعرف باسم آخر هي الجوهرة الزرقاء. أحسنت. وكيف هي بنايتها؟ لاحظوا جيدا. نعم متلاصقة. أحسنتم. ماذا أيضا؟ متناسقة. رائع. وماذا عن أزقتها؟ ماذا؟ إذا كانت البناية متزاحمة ومتناسقة ضيقة. أحسنتم. وأزقتها الضيقة. إذن لاحظوا معي جيدا هذه الصورة والصورة التي ما قبلها والتي أيضا ما قبلها، كيف؟ ما القاسم المشترك بين هذه الصور؟ ماذا تلاحظون؟ نعم كل هذه الصور من مملكتنا، المملكة المغربية. نعم من وطننا. ماذا أيضا؟ مناطق سياحية. أحسنتم، مناطق سياحية. إذن هذا هو التعليق الذي كنت أنتظره منكم. موعدنا في الحصة القادمة، إلى اللقاء. عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، قبل أن نبدأ في إنجاز مشروعنا يجب أن نختار ماذا؟ مدينة سياحية نحبها من أجل إنجاز ماذا؟ مشروع جميل ويوفر جميع شروط التعريف بتلك المدينة. مثلا إذا أردنا أن نختار مدينة الناظور أو الحسيمة أو مراكش أو أن نأخذ مثلا مدينة طنجة إلى آخره، هناك مجموعة من المدن، كل شخص يختار المدينة التي يحبها. طبعا نبدأ بحصة التخطيط. لاحظوا معي نقوم بماذا؟ بتكوين المجموعات، يعني أنا وأختي وأخي أو أنا ووالدي ووالدتي. نقوم بماذا؟ بعرض أو بتقسيم المهام فيما بيننا. كيف؟ أولا نختار الموضوع من طرف كل مجموعة، يعني مجموعتي سوف تختار مثلا مدينة مراكش، ثم بعد ذلك سوف نقوم بتوزيع المهام بيننا، يعني والدي مثلا يحضر الأوراق، والدتي مثلا تتكلف بالكتابة، وأختي تتكلف بالكتابة، وأنا مثلا أخذ مهمة البحث في الحاسوب إلى آخره. ثم نقوم بتحديد الخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع. كل هذه الخطوات نجدها ماذا؟ في الحصة الأولى، أي حصة التخطيط التي يجب فيها البحث وترتيب ماذا؟ الأفكار. أما في حصة الإنجاز فهذه الحصة تكون بعد جلب الأوراق وتحديد من سوف يكتب وبعض المعلومات إلى آخره. سوف نقوم في حصة الإنجاز بماذا؟ بمناقشة، أنا جلبت هذا القلم وأنت ذلك تلك الأوراق، هل سوف نحتاجها حقا؟ ثم الصور، هل هذه الصور ستكون مفيدة أم لا؟ إلى آخره. بعد مناقشة المعلومات والصور والبيانات التي أحضرناها تأتي مهمة ماذا؟ اختيار ما يناسب منها، يعني مع موضوع المشروع طبعا والخطة المحددة لتنفيذه. يعني مثلا إذا كنت سوف أتحدث عن مدينة مراكش، أولا أعطي فكرة شاملة عن مدينة مراكش، ثم ماذا؟ هل سوف أهتم بسكانها، بأصلهم، بلغتهم، بتقاليدهم، بشكل المدينة إلى آخره. ثم سوف نمر مباشرة إلى الأدوار والمهام التي أعطيناها مسبقا لكل فرد، هل التزموا بها؟ يعني من كلفته بجلب المعلومات، هل جلب المعلومات التي كنا نريدها أم لا؟ هل تأخر؟ إلى آخره. ثم ماذا؟ تأتي الحصة الثالثة والتي قلنا أنها تتم للحصة الثانية وأيضا تسمى بالإنجاز. سوف نتقاسم فيها الأعمال المنجزة، يعني بعد أن كتبنا ما نريده وبعد أن وضعنا رؤوس الأقلام والأفكار نقوم بتحسين الأعمال في ضوء نتائج المناقشة والتعديل، أي التنقيح والتصحيح والحذف والإضافة.
مثلا أنا تكلفت بالجانب الذي يخص أزقة المدينة إلى آخره، وأختي تكلفت بتنوع الثقافات الموجودة بالمدينة، وأخي تكلف مثلا بالأماكن السياحية والمآثر التاريخية بتلك المدينة. ماذا سوف نفعل؟ سوف نتبادل الأوراق، سوف يقوم كل شخص بماذا؟ بالاختيار الأفكار الصحيحة المناسبة حسب الجانب، وطبعا نتخلص من الأفكار الثانوية إلى غاية ذلك. ثم تأتي الحصة الرابعة، أي الحصة الخامسة، عفوا الحصة الرابعة، والتي يكون فيها ماذا؟ العرض، أي سوف نختار طريقة العرض. وطبعا بما أننا في فترة الحجر الصحي، فإن لدينا متسع من الوقت، ولدينا جو حميمي دافئ مع الأسرة، لذلك نستغل الفرصة من أجل عرض العمل على العائلة بأكملها. من خلال ماذا؟ من خلال إما اختيار أن يكون العرض على الطريقة الشفهية، يعني شفويا مثلا، أو نعرضه باستخدام الوسائط الرقمية إن كانت متوفرة، أو من خلال مناقشة العروض وتقويمها على شكل جلسة عائلية عادية. وطبعا إن كان الوقت غير لا يوجد مثلا متسع من الوقت، أو الوقت غير كافي مثلا في المساء أو هذا، سوف نكمل العرض في حصة أخرى، وهي التي تكون في العادة الحصة الخامسة حينما نكون عادة في قسمنا. إذن لا تنسوا حين تعدون المشروع حول المدينة طبعا السياحية، أن نقوم بالتأكد عفوا من التخطيط والإنجاز وتتمة الإنجاز والعرض. وإن قمتم بهذه الخطوات، فإن المشروع بالطبع سوف يكون جيدا وفي المتناول. وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في موعد آخر. إلى اللقاء. Bonjour les enfants, notre cours aujourd'hui d'orthographe, il sera intitulé « son, son, en, en », qui sont des homophones. Donc on va savoir ce que ça veut dire des homophones au cours de cette leçon. L'objectif c'est les distinguer bien sûr et savoir les utiliser convenablement dans les phrases. On va passer pour les phrases, les lire et détecter ces homophones. La phrase A, André et son frère parcourent la France. Ils sont ravis de passer par Paris. Phrase C, on finira notre travail demain. La phrase D, les deux enfants ont visité Paris. Donc, je vous pose la question, quels sont les mots qui sont prononcés de la même façon dans la phrase A et la phrase B? Donc, je répète, André et son frère parcourent la France, ils sont ravis de passer par Paris. Donc, vous, bien sûr, je sais très bien que vous avez bien détecté les mots qui se prononcent de la même façon, sans, sans. Mais dites-moi, est-ce qu'ils sont écrits de la même façon ? Donc au niveau de l'orthographe, ils sont différents. Et même si au niveau du sens, que nous allons avoir tout à l'heure. On va passer pour la phrase C et la phrase D. Donc la même question, quels sont les mots qui sont ici prononcés de la même façon? Je vais répéter une autre fois les phrases. La phrase C, on finira notre travail demain. Les deux enfants ont visité Paris. Donc nous avons ici « en » et « en ». Mais qui ont, bien sûr, qui se sont écrits différemment et qui ont deux sens différents. Deuxièmement, ce que nous allons essayer de faire, c'est remplacer le nom « frère » par « sœur ». Donc, quand on dit « sœur », est-ce que c'est convenable de dire André et son sœur? Nous avons déjà vu les adjectifs possessifs. Donc, sœur, c'est un nom féminin singulier.
Donc l'adjectif possessif qui lui convient, c'est sa sœur. Parcours la France. Nous allons ici remplacer il pronom personnel du troisième personne pluriel par il troisième personne du singulier. Donc son, regardez avec moi ici, c'est le verbe être conjugué au présent avec il pluriel. Donc avec il singulier, bien sûr, nous allons dire il est. Et ravi, bien sûr, son S au singulier, de passer par Paris. On va passer à la phrase C, on va remplacer le pronom indéfini qui est un pronom neutre par le pronom personnel, par exemple je, première personne du singulier. Donc finira, c'est le verbe finir conjugué au futur, nous n'allons pas quand même dire je finira, donc on dit je finirai. La terminaison c'est AI. Et notre, ce n'est pas évident bien sûr, pour je, on dit mon travail. C'est un travail qui m'appartient à moi, donc c'est mon travail. Tout ça c'est un rappel des leçons déjà vues en toutes les activités de langue. Mon travail demain. Je passe pour la dernière phrase, je vais remplacer les deux enfants par un seul enfant, ça veut dire l'enfant. Ici, c'est le verbe avoir conjugué au présent avec les deux enfants. Ça veut dire la troisième personne du pluriel. Nous avons ici la troisième personne du singulier. Donc, nous allons dire a. C'est le passé composé. Nous l'avons déjà vu. Donc, visiter, c'est le participe passé du verbe visiter qui est un verbe du premier groupe puisqu'il se termine par e accent à la fin. Et nous avons vu qu'il est invariable, donc il va rester le même. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de cela? Que ces homophones, même s'ils s'écrivent, même s'ils, pardon, ils se prononcent de la même façon, ils s'écrivent différemment et ils ont des sens différents. Et c'est ce que nous allons détailler, bien sûr, au niveau de la règle. Afin de reconnaître la nature grammaticale de chacun de ces homonymes grammaticaux, donc faire la distinction et savoir les utiliser lors des exercices d'évaluation. Donc nous avons « son ». Qu'est-ce que c'est? C'est un adjectif possessif et qui précède toujours le nom, comme nous avons vu, et qui est un déterminant. C'est une sorte de clochette. Parce qu'il s'accorde avec lui en genre et en nombre. Je vous donne ici comme exemple. Amine est sans ami, parle. On passe pour le deuxième son, qui est le verbe être conjugué au présent avec la troisième personne du pluriel. L'exemple est comme suit. Ils sont heureux. On va passer pour les deux autres homonymes qui sont on, donc qu'est-ce que c'est on? C'est un pronom indéfini, ça veut dire qu'il est neutre, qui indique quelques personnes, et qui remplace un nom ou un groupe de noms. Exemple, on ira à la plage. Le deuxième on, c'est le verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif, à la troisième personne du pluriel. Je vous donne comme exemple la phrase suivante. Elles ont faim. Elles ont faim. Donc j'ai fait la liaison en disant elles ont faim. Et nous allons passer maintenant aux exercices. Donc chers élèves, comme d'habitude, comme accoutumé, nous allons passer pour les exercices d'évaluation. Nous allons lire tout d'abord la première consigne. Je barre le mot incorrect. Nous allons lire les phrases. Le touriste a perdu son, qui est l'adjectif possessif singulier pour le masculin, ou sans, qui est le verbe être conjugué au présent. Donc nous avons ici un nom. Et on sait très bien que ce qui précède le nom, c'est l'adjectif possessif. Donc nous allons barrer le verbe être conjugué au présent, au troisième personne du pluriel. La phrase B. Elles sont
ou bien sont très contentes. Donc, bien sûr, nous avons ici le sujet et il sera suivi du verbe. Donc, où est ici le verbe? C'est le verbe être conjugué au présent, bien sûr, avec la troisième personne du pluriel. Donc, nous allons barrer l'adjectif possessif. La phrase c'est le verbe avoir en ou bien le pronom indéfini on range nos bagages. Et on sait très bien que la phrase commence toujours par un sujet. Et le sujet ici, c'est le pronom personnel indéfini on. Donc nous allons conjuguer le verbe avoir, conjugué aux troisième personne du pluriel. La dernière phrase, toujours nous avons le verbe on et le pronom indéfini on adore visiter les monuments historiques. C'est la même chose. Donc, il sera précédé par le pronom indéfini. Nous allons barrer le verbe avoir conjugué au présent. On va passer maintenant pour la deuxième exercice. La consigne, c'est de compléter par ces homonymes grammaticaux, bien sûr, correctement. La phrase A, les enfants, donc satisfaits, ils sont satisfaits. Les enfants, c'est le sujet, donc il doit être précédé par, il doit être suivi par le verbe. Donc, c'est le verbe être conjugué au présent troisième personne du pluriel, qui sont ici les enfants. Ahmed est son ami, donc c'est quelqu'un qui appartient à, une autre personne. Donc, on va écrire l'adjectif possessif sont. Partent en voyage.